هذا يوم أسود في تاريخ لبنان، لأن رفيق الحريري كان استثناء في لبنان، ورفيق الحريري هناك ما قبله وما بعده. رفيق الحريري لم يكن ظاهرة عادية في السياسة اللبنانية، كان ظاهرة جمعت السياسة مع الإعمار، مع الأخلاق، مع التعليم، مع الإنماء، مع التربية، مع السياحة، مع الرخاء، مع الاستقرار الأمني. كل هذه المعاني شكلها رفيق الحريري. في ذاك اليوم الأسود وفي هذا المكان بالذات، رفيق الحريري عاش لحظاته الأخيرة. رفيق الحريري في كل لحظة هو موجود. رفيق الحريري نتذكره في كل كبيرة وصغيرة، نتذكره في تطوير البنية التحتية، نتذكره في السلم الأهلي، نتذكره في العيش المشترك، نتذكره في الإصرار على عروبة لبنان. من اغتال رفيق الحريري أعتقد بوقت من الأوقات كان تخطيطه أنه بانتهاء هذه الجريمة وتنفيذ الاغتيال ستنتهي الأمور وستقلب صفحة باتجاه صفحة أخرى. أنا أجزم أن هذا المجرم فوجئ بالنتائج ما بعد الاغتيال، فوجئ بهذا الإصرار، وفوجئ بأن رفيق الحريري حيث هو أقوى بكثير من رفيق الحريري حين كان قبل اغتياله. ولكن أقول لهذا المجرم، طال الزمان ومرت 12 سنة حتى الآن، والمحكمة الدولية لا زالت يعني تقوم بعملها، أقول العدالة آتية حتما والعقاب آت حتما، حماية لمستقبل الحياة السياسية في لبنان. أقول له اشتقنا لك، وأقول له نحن على الدرب وعلى النهج، ونحن مع حامل الراية الرئيس سعد الحريري.